أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول المؤلف رحمه الله في حل البيع والشراء إذا بيع في أسواق المسلمين، فإذا بيع يا صاحب الفضيلة في أسواق غير المسلمين أيختلف الحكم؟ أي نعم، لأن غير المسلمين لا يتحرزون من الحرام، فأنت تتأكد إذا صرت في غير بلاد المسلمين تتأكد، أما إذا صرت في بلاد المسلمين فالأصل الحل والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.